مساء الخير والسعادة واللعبة الحلوة على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، وبالأخص جمهور الأهلي. جمهور الأهلي اللي بدأ يجهز نفسه من دلوقتي لمشاركة الفريق في بطولة كاس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والمرة الثامنة في تاريخه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الحريفة، أكون معاكم أنا أميرة فراج وهند مدحت. مساء الفل يا هنيدة. مساء الفل يا أميرة، ومساء الفل على كل مشاهدي قناة الأهلي. بنبارك لنفسنا ولكل جماهير القلعة الحمراء، وعايزة أقول أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية فخر لينا كلنا كمصريين، مش بس الأهلوية. ليه؟ لأنه بيمثل اسم مصر قدام العالم كله. حلقتنا النهاردة هتكون متنوعة، هتعرفوا معانا آخر الأخبار على الساحة الرياضية وحاجات تانية كتير، وهيكون معانا نجم الأهلي السابق كابتن معتز إينو. عايزينكم تشاركونا أسئلتكم على صفحة الأهلي على فيسبوك وتويتر وإنستجرام على سؤال اسأل معتز إينو مع الحريفة، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم. تعالوا كده خلونا نبدأ أول فقراتنا ونشوف معانا أخبار إيه النهاردة في السريع. أول خبر معانا النهاردة، الأهلي بيقابل أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير 2023 في افتتاح أول مباراة كأس العالم للأندية نسخة 2022، وده بعد ما تلقى الأهلي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيفيد بمشاركة فريق الكرة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1 ل 11 فبراير المقبل، وبيشارك مع الأهلي أوكلاند سيتي وريال مدريد والوداد البيضاوي والهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية. ومن الأخبار اللي معانا برضو، البيج رامي بطل مصر في كمال الأجسام خرجت أخبار بتفيد أنه أعلن اعتزاله للعب بشكل نهائي بعد ما حقق المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا لاس فيغاس 2022، وده على الرغم من أنه ظهر بشكل مميز جدا في العرض الفردي لنهائيات البطولة وأشاد بيه عدد كبير جدا من المشاهير على السوشيال ميديا. وأعتقد أن سبب اعتزاله اللعبة أن النتيجة كانت صدمة، خصوصا وأنه بطل اللعبة وفاز بالمركز الأول لمدة سنتين ورا بعض 2020 و2021، وكان على أمل أنه يحصد لقب مستر أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي. الموضوع طبعا صعب جدا، بس لازم ما نستسلمش، دي مش نهاية العالم. بيجرامي من أهم لاعبي كمال أجسام في العالم، وكل الدعم ليه مننا. أكيد طبعا كل الدعم لواحد من الأبطال المصريين اللي رفع اسم مصر. إن شاء الله يتراجع عن قرار اعتزاله لو كان الخبر صحيح ويحاول مرة تانية. امبارح برضو في مباراة صعبة جدا منتخب كرواتيا فاز بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 بعد هزيمته للمنتخب المغربي بنتيجة 2-1 على استاد خليفة الدولي، علشان يحتل أسود الأطلس المركز الرابع عالميا. وحقيقي لازم نوجه لهم كل التحية على المشوار المشرف اللي قدموه طوال البطولة، وهم حققوا إنجاز كبير جدا وتاريخي هيتحسب لهم. عملوا اللي عليهم، خلوا كل المنتخبات العربية اللي عندها دافع قوي إنها تعمل حاجة في النسخات الجاية من كأس العالم، وإن شاء الله إحنا عندنا الرغبة والمنافسة والدافع اللي خلينا نحقق إنجاز أكبر في نسخة 2026، مش بس ترتيب مركز ثالث ورابع. بالظبط هند، ان شاء الله. واخر خبر معانا النهارده هيكون عن الحدث الاعظم واللي بتتجه له كل انظار عشاق الساحره المستديره، وهو نهائي كاس العالم اللي هيتلعب على ملعب لوسيل ما بين منتخب الارجنتين وفرنسا، المنتخبين اللي بيتنافسوا على التتويج بالبطوله علشان تكون الثالث في تاريخ كل منهم. والحقيقه ان المنتخبين الارجنتيني وفرنسا قدموا مشوار قوي جدا في المونديال، وكلنا متوقعين مباراه صعبه وقويه جدا جدا، ودينا مستنيين نشوف مين هيكون بطل كاس العالم في نسخه قطر 2020. يعني تتوقعي مين يا هند ممكن يكسب؟ فرنسا فريق متكامل اكتر من الارجنتين، كل مركز فيه لعيبه 2 و3، فانا اتوقع كرويا فرنسا، بس بتمنى الارجنتين علشان ميسي. معاكي حق، انا برضو فنيا شايفه ان فرنسا عندها كل الامكانيات انها تحقق الفوز النهارده، بس اتمنى طبعا البرازيل، واعتقد ان في ناس كتير الارجنتين، واعتقد ان في ناس كتير هتبقى متعاطفه جدا مع ميسي. بكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة، تعالوا نروح بقى دلوقتي لصورة في تعليق. طيب الصورة اللي معانا النهاردة زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي الاثنين من أساطير الكرة المصرية والإفريقية والنادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي، الاثنين اللي تمت دعوتهم من رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني لحضور
نهائي كاس العالم تم دعوتهم لانهم وجهه مشرفه لينا ومن رموز الكره المصريه، وهو ده السر في اننا يا جماعه بنشوف دايما اساطير الاهلي وخصوصا كابتن محمود الخطيب بيتم دعوته في كل المحافل الدوليه واي مناسبه عالميه. عشان كده لازم نعبر عن امتناننا ليهم. الصوره المشرفه كمان اللي بيقدموها للعالم كله عن الكره المصريه اميره، يعني بصراحه اثنين من اهم اساطير كره القدم المصريه. بالظبط، النادي الاهلي يا هند هو سفير للكره العربيه والافريقيه في كل المحافل الدوليه، هو صاحب الانجازات والارقام والتاريخ الكبير اللي بينافس بيه النجوم والانديه العالميه في المحافل الدوليه. واول ما بنيجي نتكلم على الانديه العالميه لازم نتذكر اسم الاهلي كواحد من اهم الانديه الرياضيه في العالم، واحنا فخورين جدا بالصوره اللي بيقدمها الاهلي واساطيره عن الكره المصريه. اساطير الاهلي كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي وغيرهم هم قدوه وخير مثال لاولادنا داخل خارج الملعب، والمفروض انهم يكونوا كده لكل مسؤولين الرياضه في مصر. وباكد تاني اننا فخورين بانتمائنا وهم كمان فخورين للكيان ده، وبنشجعهم ونتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي، ودايما الصوره بتاعتنا تبقى دايما مشرفه. وبكده خلصت فقراتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مناورتنا النهارده بتقول ايه، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المناورة. زي ما كلنا شفنا وتابعنا اليومين اللي فاتوا الحدث الأكبر على الساحة الرياضية في مصر وإفريقيا، وهو استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية، الحدث اللي أدى إنه الأهلي يبقى عنده فرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، علشان يكون الأهلي أول فريق عربي أفريقي بيشارك ثلاث مرات ورا بعض في البطولة، ويجي قبله في الترتيب نادي واحد وهو أوكلاند سيتي، وبعدهم في المركز الثالث ريال مدريد الأسباني. علشان كده منورتنا النهاردة عن حقية مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ومين اللي بيمثل إضافة أكبر، هل هو الأهلي للبطولة ولا البطولة للأهلي؟ وهنقول لكم بالظبط اللوائح والقوانين بتاعت الفيفا اللي على أساسها الأهلي هيشارك في البطولة، وهنرد برضو على كل المشككين في حقية مشاركة المارد الأحمر في البطولة، خصوصا وأن الأهلي بيتعرض لحملة كبيرة من الغيرة والحسد الكروي من المنافسين. مظبوط هند، وأي حد كده لو بص على التاريخ والإنجازات ولغة الأرقام هيفهم أن مشاركة الأهلي في أي بطولة بيضيف لها ما يقدرش أي فريق تاني في الشرق الأوسط كله أنه يضيفه. يعني الأهلي لما بيشارك بيضيف حاجة مختلفة تاني. يعني مثلا في كأس العالم للأندية الأخير محدش سأل نفسه هو ليه جمهور بالميراس اشترى من بدري تذاكر الماتش كله قبل النهائي، وليه رئيسة النادي حضرت للإمارات بنفسها على رأس وفد برازيلي، وليه الصحافة البرازيلية فردت صفحات وخصصت صحفيين للبطولة. ما هو كل ده يا جماعة علشان الأهلي بيشارك في البطولة، وخصوصا ان النسخه اللي قبلها خد منهم برونزيه كاس العالم، وكان الحدث ان فريق مصري بيكسب بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه، وبرده نادي الهلال لما خسر 4 من الاهلي ده مع الرقفه، كل الوطن العربي كان بيتكلم عن الماتش وعن البطوله، وفريق تشيلسي الانجليزي بطل اوروبا عمل لنا ساعتها ممر شرفي. مظبوط، يمكن عارفه ماتش بالميراس ده انا كنت موجوده فيه وكنت مخضوضه من حجم جماهير بالميراس، وكنت مستغربه هو ايه السبب اللي خلاهم يشتروا كل التذاكر دي. بس احنا زي ما بنتكلم، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي في كاس العالم اللي قبله برضو جمهور الاهلي في قطر كان اكتر جمهور متفاعل واكتر جمهور بيعمل رواج للبطوله. كلنا شفنا الحاله اللي جمعت بين الاهلي وفريق بايرن ميونخ وفي 2012 لما كسبنا بطل اليابان في اليابان، والصحافه كلها وقتها اتعاملت مع الموقف انها هزيمه متوقعه من واحد من اهم واقوى الفرق في البطوله. وجمهور الياباني شفنا كان قد ايه يا جماعه متعلق بالاهلي، حتى المنظمين عملوا ايقونه وجائزه مخصوصه للاهلي. وبلاتر اللي قال لعيسى حياته الرئيس السابق للاتحاد الافريقي انتوا ما عندكوش الا الاهلي، ده غير البطوله العربيه اللي بيبقى ليها رنه لما الاهلي كان بيشارك فيها. حتى رابطه الانديه بتاعتنا والاستفتاء الكاسح لجمهور الاهلي لما بيبقى فيه تصويت للعيب بتاعه ويفرق 94 و95 عن المنافس. كل ده بيحصل ليه؟ كل ده بيحصل بسبب جمهور الاهلي، جمهور الاهلي وعشاق الاهلي في العالم كله، جمهور القلعه الحمراء المصنف انه الخامس على مستوى العالم. دي كلها معطيات تهم اي حد
عايز بطولته تنجح وتسمع في العالم كله، ان انا اجيب نادي كبير زي ده بجمهور بالزبط. كبير زي ده بالظبط يا هند. ده بالنسبه لان كون الاهلي بيمثل اضافه كبيره لاي بطوله وبيشارك فيها. الاهلي يا جماعه الاكثر تتويجا بالبطولات، ثلاثه برونزيات كاس عالم، وبيحتل المركز الثاني بعد ريال مدريد الاسباني من حيث عدد البطولات. ندخل بقى على تفاصيل مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. سيناريو تاريخي، الأهلي في بطولة أفريقيا اللي فاتت خسر نهائي دوري الأبطال لحساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في النسخة اللي فاتت بسيناريو يمكن كلنا عارفين كان سيناريو ظالم جدا، النهائي اللي اتلعب على أرض المغرب، علشان نكون إحنا وصيف دوري أبطال أفريقيا 2021. شوف بقى لما ربنا كده يبقى عايز إيه، ياخد لك حقك ويرجع لك حقك تاني. الفيفا الأيام اللي فاتت دي ما كانتش لاقي حد ينظم البطولة لحد اليومين اللي فات، خصوصا بعد لما اليابان اتنازلت عن استضافتها، وفضلنا نسمع كلام وتكهنات عن إن الإمارات هي الدولة المستضيفة لحد ما جت المغرب وتقدمت بطلب استضافة عشان الفيفا توافق إن البطولة تتلعب هناك. كلام كتير جدا اتقال عن مين الفريق الأفريقي اللي هيشارك في البطولة مع الوداد بطل أفريقيا. اللوائح والقوانين بتاعة الفيفا واضحة جدا يا جماعة، بتقول إن ما ينفعش فريقين من نفس البلد يشاركوا في البطولة. ففرصة مشاركة الأهلي جت بسبب استضافة المغرب للبطولة عشان بطل أفريقيا مغربي، وهو ده الحق والعدل. اختيار الأهلي جه بناء على قوانين وقواعد، مش بس علشان احنا نادي عظيم يعني. فأنا برضو مش قادرة أفهم ايه سبب كل البلبله والكلام الكتير ده. شوفي ده موجود دايما، الأهلي اسمه مربوط ب الغيره الكرويه والحقد المعين. دايما الاهلي لما بيعمل اي انجاز بنشوف حقيقي. يعني ده مش جديد على وجود الاهلي في اي انجاز، وعشان كده كمان في ناس تانية بتقول لك طيب ما بطل الدوري المصري مرتين هو اللي يشارك. طيب حضرتك ما سالتش نفسك اشمعنى من بين كل دوريات القاره الافريقيه كلها هيتاخد بطل الدوري المصري؟ في فرق ما بين بطوله محليه وبطوله دوليه. احنا اتظلمنا في بطولة افريقيا مظبوط، وبغض النظر عن اللي حصل مش عايزين نرجع نتكلم فيه، لكن علشان كده احنا بناخد فرصتنا وبنشارك للمرة التالتة على التوالي في كاس العالم للأندية. اللائحة واضحة وصريحة، الفقرة الرابعة يا جماعة من لائحة كاس العالم للأندية بتنص على ان لا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة، وفي حالة كانت البطولة القارية من نفس الدولة المستضيفة فوصيف البطولة هو من يشارك. مين هنا بقى وصيف البطولة؟ مين؟ النادي الأهلي. بالضبط. أحب أوضح أن القصة دي حصلت قبل كده في كأس العالم للأندية 2007 في اليابان، وكان وقتها نادي أروا ريد دايموند الياباني هو بطل دوري أبطال آسيا، وكمان كان بطل الدوري الياباني. فالفيفا قررت مشاركة نادي إسفهان أصفهان الإيراني بصفته الوصيف. فيا جماعة اللي بيحصل مع الأهلي ده غير انه شيء مشرف هو شيء طبيعي، دي لوائح وقوانين ما فيهوش مجاملات. الانتماءات بقى وجو انه النادي الاهلي بيتجامل وده مش موجود. النادي الاهلي رمز مهم من رموز كره القدم في العالم، دي حقيقه واضحه وباينه زي الشمس، محدش يقدر ينكرها او يغيرها. واي كلام اي شخص يطلع يتكلم عن عدم حقيقه الاهلي في وجوده في كاس العالم الانديه السنه دي فهو شخص للأسف الشديد غير ملم باللوائح والقوانين وبتكلم بشكل غير قانوني بالمرة. بالضبط يا هند. وبصي زي ما كل الناس بتقول كده عن الأهلي، الأهلي هو بابا الشغلانة، ده اللي يستحقه النادي الأهلي وجماهيره. الفيفا ما جابتش الأهلي لمجرد أنه نادي كبير وتاريخي وعنده شعبية كبيرة، لا جابته علشان اللوائح بتقول أن اللي بيشارك هو وصيف بطل أفريقيا. وزي ما قلنا وبأكد، وجود الأهلي في بطولة كاس العالم بيزود من أهميتها وقوتها قدام العالم، والمفروض إحنا كجماهير مصرية وأهلوية نكون في ظهر الأهلي الفترة دي سواء لعيبة أو جهاز فني عشان نقدر نحقق إنجاز جديد في كاس العالم. عملنا في البطولات اللي فاتت أداءات مشرفة، وصلنا للثالث على العالم أكتر من مرة، إيه يعني المرة دي يكون هدفنا أكبر؟ هو ده اللي احنا عايزينه. يعني بالظبط يا ميرا، عشان كده المرة دي الحلم أكبر، نفسنا أنه الأهلي يرفع كاس العالم للأندية. المهمة صعبة، قدامنا ريال مدريد بطل أوروبا، بس الأهلي كسب ريال مدريد قبل كده بنجوم الكبار. ما كانش ماتش، كان ماتش ودي ساعتها بس، لكن التاريخ بيقول ان احنا كسبناهم. الأهلي لعب مع روما الإيطالي وبايرن ميونخ وبرشلونة، كبار أندية العالم، وكمان كاس العالم للمنتخبات ادانا درس ان مفيش حاجة اسمها ده صعب وده مستحيل. اهم حاجة ان اللعيبة تروح كاس العالم للأندية وهي عندها الروح، يبقى وصل لها الإحساس ده
احنا رايحين المره دي نجيب كاس العالم وراجعين. رايحين رايحين. اللعيبه ما ينفعش تتعامل بعقليه غير كده، انا رايح اجيب بطوله مش رايح اعمل اداء مشرف وارجع. خلصت مناورتنا، خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا اللي هيكون معانا فيها ومنورنا المدفعجي نجم النادي الاهلي السابق معتز اينو، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقره 2 على 1. معتز اينو او المدفعجي، واحد من نجوم الكره المصريه، لاعب لقطبين الكره المصريه، اضاف النادي الاهلي اجمل سنين عمره وسط الجيل الذهبي التاريخي اللي حققوا كل حاجه في عالم الساحره المستديره. بدا حياته من صفوف المنافس الزمالك، لكنه في الاصل اهلاوي، حبه للاهلي خلاه يستحمل حاجات كتير عشان بس يقدر يحط رجله في النادي. جماهير الاهلي كانت في ظهره دايما، وهو ما بيسيبش اي موقف او مناسبه الا ولازم ياكد على ولائه للاهلي وحبه لجماهيره. حبه وتفانيه واخلاصه جوه النادي وبره النادي خلاه موجود دايما في قلوب الجماهير، حتى بعد ما اعتزل كره القدم فضل مكمل في ولائه للاهلي وقابل مسؤولي الاهلي اخلاصه بتواجده لتعليم الناشئين فنون الكوره. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع مره ثانيه. برحب بالمدفعجي كابتن معتز اينو، منورنا ومشرفنا في بيتك يعني قناه النادي الاهلي. طبعا في البدايه سعيد جدا لما اكون معاكم، وبتمنى لكم كل التوفيق، ومبروك على البرنامج الجميل ده، وفي نسبة مشاهدة ما شاء الله عالية جدا، فإن شاء الله بالتوفيق دايما. وزي ما انت قلتي طبعا ده بيتي، بيتك يعني بيتك. فأتمنى إن شاء الله اللي هي تبقى حلقة جميلة يعني. إن شاء الله. هند قبل كان بيتفرج على الفيديو بيقول وما جابوا الصور دي منين؟ الصور دي الصور دي ما ظهرتش؟ لا، أول مرة يعني دايما في أي برنامج بلاقي صور، بس دي أول مرة تظهر هنا في قناة الأهلي. لا، احنا عندنا فريق إعداد قليل، احنا عندنا لا طول عمر الأهلي حريف. طيب احنا قبل ما حضرتك تشرفنا كنا بنتكلم عن وجود النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، عايزين نبدأ من هنا، رأيك في وجود النادي الأهلي في كأس العالم للأندية والتشكيك في أحقية الأهلي إن هو يكون موجود؟ بصي دايما يعني النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا في أفريقيا، الناس كلها يعني مش متخيله اللي تتلعب البطوله من غير النادي الاهلي يعني. فطول عمر الناس حتى الانديه الكبيره يعني احنا لما كنا بنروح الناس عارفه ان الاهلي ده عارفه ضلع من ضلوع البطوله، يعني ما ينفعش البطوله تتلعب الا لما يبقى فيها النادي الاهلي. طبعا طبيعي الناس بتشكك، لازم احنا اللي حق نروح، مش عارف مين اللي حق يروح، بس في الاول وفي الاخر الكاف او يعني الناس المسؤوله عارفه قيمه النادي الاهلي وجماهيره، فعارفه ان البطوله لما بتتلعب بنادي كبير بطل افريقيا كذا سنه على التوالي فطبيعي اللي هو دايما يبقى موجود. فمع احترامي طبعا لكل الفرق الثانيه، مش بقلل من حد، بس النادي الاهلي يعني بطولاته وتاريخه وجمهوره هو اللي بيتكلم عن نفسه، فمحدش حقق اللي النادي الاهلي حققه، فطبيعي اللي ده لازم يبقى موجود يعني. مظبوط. ويمكن القوانين اللوائح يعني كلها بتقول ان الوصيف هو اللي هو موجود طالما. لا انا بتكلم انا بتكلم كمان غير موضوع اللوائح، انا بتكلم بشكل عام للمواطن العادي، للراجل البسيط اللي حتى ممكن مش كل الناس فاهمه اللوائح. انا صح. بتكلم اللي طول عمره من ساعه ما لا النادي الاهلي هو دايما ممثل مصر في البطوله دي. صح. في كل سنه، فده متعود اللي هو يشوف البطوله، غير بقى اللوائح دي حاجه تانية، فطبيعي اللي هو الوصيف بيبقى موجود. بالظبط كده. صح. كابتن معتز تعالى ناخد معاك من الاخر كده، واخر مشكله يمكن اتعرضت لها وانتحال حد شخصيه على تويتر وعمل لك اعتقد مشاكل كتير، كلمنا عن الموضوع ده. يمكن الفترة الأخيرة تعرضت يعني للشخص ده، أنا ما أعرفوش طبعا. أكيد. وأنا ما عنديش حساب على تويتر أصلا. ما عندكش أصلا؟ أصلا. وإنستجرام أنت عندك إنستجرام؟ أنا عندي إنستجرام وعندي الفيسبوك. أنا على فكرة مش من الناس اللي هي طول النهار على السوشيال ميديا وأخش مش عارف الأوضة دي أروح منزل، أنا مش كده يعني، أنا عندي شغلي والتدريب ومركز في شغلي أكتر، فكل فين وفين حتى لما بنزل صورة شخصية ليا يعني. فهو كمان جه على حاجه مش عندي يعني، انا ما عنديش اصلا اكونت على تويتر. دي مصلحه يعني، هو جه في حته غلط الحمد بس لله. هي المشكله اللي هو يعني وقعني في ناس كتيره زمان. عمل ايه يعني؟ بيقعد يتكلم دايما ويخبط في اعلاميين وناس زملاء ولاعيبه كوره. كده حد شيكابالا ده اخرهم يعني، انا مش هتكلم على اللي قبل كده يعني، اخرهم شيكابالا. شيكابالا ده اخويا من واحنا في نادي الزمالك، من واحنا في الناشئين مع بعض، وزميل ملاعب وكل حاجه، فطبيعي اللي انت ما يعني مش هتوقع بيني وبينه يعني. اللي زعلني اكتر بقى مش كده، اكتب زي ما تكتب، ما احنا طول عمرنا متعودين ان لعيبه الكوره بيتكتب عنها، فاحنا متعودين. اللي زعلني اللي بعض يعني الاعلاميين طلعوا وصدقوا الموضوع وبقوا يتكلموا عليا ويخبطوا فيا، وبرضه من غير ما يتصلوا بيا. المفروض انا لما يعني اتكلم او شفت حاجه اتصل بيك،
او انت المفروض عارف اين وعارف تربيه اين وعشرتني ومعاك رقم اين ومعايا رقم اين يعني كل حاجه بتتصل انت ولا مش انت طبيعي ده بديهي يعني لكن انك كمان تطلع وتهاجم هو عامل لايف على صفحته وعامل برنامج وعامل كلمته كان الكابتن خالد الغندور طلع وهاجمني وكلمته وقلت له قال لي انا ما كنتش فاكر كده وكان طارق السيد عامل لايف على صفحته انا برضو بقول بالاسماء يعني قبل كده طبعا احمد جمال ومهيبه يعني مش عايز اقول الاسماء خبط في ناس كتير عالميين وكلهم ناس محترمه وكل الناس زمايلي وانا الحمد لله يعني لا اسلوبي ولا تربيتي عمري لا بطلع هاجم ولا واحد اتصل بيك ولا خلص. واحد قبل ما يطلع يهاجمك لا يعني قبل كده في بلال علام كلمني المذيع المعلق خبط في بلال علام كتب بوست عليه على تويتر فبلال يعني قال لي راح باعت لي على الواتس قال لي هو انت اللي بتقول كده وبتاع قلت له لا انت عارف انت اخويا يعني فتفهم الموضوع لكن الناس الثانيه اللي ما يعني راحوا سخنانين وراحوا مديني على طول فبتهاجمني ليه بس لما عرفوا كابتن خالد غندور نزل اعتذار على صفحته لما عرف وكلمني وقال لي انا ما كنتش عارف طارق السيد نزل اعتذار وطلع في اللايف اللي بعده هو بيعمل لايف على صفحته كل يوم كان بيقول اخبار وكده طلع وانا برده ما شفتش يعني انا برده زمايلي واصحابي اللي قالوا لي اللي هو طلع اعتذر يعني ف ده حد يعني مش عارف يعني حد عنده نقص فكون اللي انت تعمل كده ما بس الموضوع بقى لما بقى اوفر خلاص الناس بقى خلاص خدت على كده غير بقى اللي انا كان بيجي لي مسجات بقى بشتايم وبقى الفاظ يعني حاجات بقى انت طالع بتخبط في الناس الجمهور بقى الناس اللي بتسمع لما طبعا بيلاقوا اعلامي مثلا ده اينو قال 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 فالناس بتمشي ورا الموضوع بلاقي انا بيعود عليا انا بقى يعني لا يتلام ما هو هنا في الحاله دي الجمهور ما يتلامش لان هو ماشي ورا اعلاميين لسه يعني لم يتحروا الدقه بس انا يمكن طلعت قبل كده ويعني طلعت مع كابتن سيف زاهر وقلت وطلعت على صفحتي الشخصيه عملت فيديو ووضحت قلت يا جماعه انا اصلا ما عنديش تويتر اصلا خالص وما عنديش اكونت بنقول من هنا من قناه الاهلي من حديث ويمكن طلعت مع كابتن اسلام الشاطر برضو هنا كنت في البيت الكبير وقلت فالموضوع بقى خلاص بوخ يعني الناس في ناس بقى ايه رجعت نفسها لقيت بقى المسجات في ناس بعض الناس يعني غيرت المسجات بقى احنا اسفين انت محترم غيروا كلامهم بقى انا شايفه كنت بتشتمني فوق انا شايفه كنت فوق انا عارفه بس والله مش بركز بس اللي انا عايز اقوله اللي يقول يقول انا متعود على دايما النقد يعني اي حد معروف او اي حد النقد بس مش التوقيع يعني هو ده يمكن ناس ما عندكش معاهم خلافات هو برضو اللوم الكبير يعني هم طبعا كلهم اساتذه بس هي غلطك المهنيه بتحتم انه لما هطلع اتكلم على الناس طبعا يعني أكلم. على الاقل انا لو انت مثلا اتكلمتي عليا او حد قال لي اللي انت اتكلمتي على الاقل انا هكلمك هل ده طالع منك انت اللي اتكلمتي صح صح كان ده مفروض يحصل طيب خلينا بقى نروح للنادي الاهلي ووجودك في قطاع الناشئين نادي الاهلي احكي لي بقى بدايه الموضوع ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي النادي الاهلي يعني يمكن بعد ما بطلت على طول انا علاقتي بيهم كويسه جدا ولغايه دلوقتي بشوف الجمهور في الشارع والناس كلها الحمد لله علاقتي بيهم كلهم كويسه فلما اول ما بطلت الناس رحبوا بيا ان انا اكون موجود في قطاع الناشئين والحمد لله بقى لي 4 سنين ونص مسكت بقى كل المراحل لغايه ما وصلت السنه اللي قبل فاتت 2001 اللي هم تحت الفريق الاول وخدت بيهم بطوله الجمهوريه ما شاء الله كان معايا في الفرقه احمد نبيل كوكا وحمزه علاء اللي هم دلوقتي بيلعبوا فوق احمد سيد غريب محمد اشرف عربي بدل كل دول يعني رجالتي في الفرقه الحمد لله ربنا كرمني واديت بكل شياكه واحترام في النادي الاهلي في القطاع الاربع سنين ونص اللي انا قعدتهم وكل فرقه كنت بمسكها الحمد لله كنت باخد البطوله بتاعتها ما شاء الله على مدار السنين يعني ما شاء الله فالحمد لله عملت اسم كويس في التدريب وانا مركز في التدريب بعد ما بطلت خدت الشهادات بقى وبذاكر وبسعى وبجتهد ويعني بحب شغلي يعني لغايه ما جالي عرض بقى نادي الشهداء سبت بقى قطاع الناشئين بقى الواحد بقى عارفه بيعلى بقى سبت بقى الشباب والناشئين نادي الشهداء ده في اسماعيليه مسكت بقى مدير فني فريق كبير الفريق الاول وبعدها سبته وبعدين السنه اللي فاتت كنت في زد مع كابتن سمير كمونه برده فريق اول والسنه دي نادي النصر بقى فريق اول برده مدرب عام مع كابتن ياسر رضوان انت مكمل في قصه التدريب خلاص بقى بس انا خلاص سبت بقى مرحله الناشئين يعني والشباب بقى انت عارفه دي كنت بتعلم يعني خطوه حلو طبعا بعد ما بتبطل مش بتمسك على طول يعني كل النجوم دلوقتي او كل الكوادر دلوقتي المدربين النجوم الكبار اللي ماسكين دول بدايتهم كانوا في الناشئين يعني انا كابتن حسام بدري دربني غير في الاهلي لما انا رحت الاهلي دربني في الناشئين
كابتن علام ميهوب، كل الناس دي بتبدا من تحت. كابتن يعني محمد يوسف مش بعيد نشوف ايه في يوم من الايام بيدرب منتخب مصر ان شاء الله. انا هدفي النادي الاهلي. لا 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 لا, 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 لا انت منمر بقى ان شاء الله، والله مش بعيد. بصي اي حد عنده حلم، فطالما عندك حلم وبتسعى له وبتجتهد ان شاء الله ربنا. بتشوف وجود وليد سليمان وخالد بيبو في قطاع الناشئين لغايه دلوقتي ازاي؟ انا كابتن خالد انا اشتغلت معاه لغايه السنه اللي قبل فاتت، يعني انا حضرته اول ما اشتغلت طبعا كان الكابتن فتحي مبروك، بشكره من خلال البرنامج على الفتره اللي انا قضيتها معاه، والراجل ما تاخرش عني في اي حاجه. بعد كده جه الكابتن خالد بيبو برضو من الشخصيات المحترمه، وبعد كده انا خلاص مشيت. اللي عجبني ان وليد سليمان يعني طول عمر النادي الاهلي ما بيبخلش على اولاده بالظبط، ودايما لما انت بتطلع بشياكه وباحترام من النادي وما يعني ما تاخرتش ولا بنقطه عرق من وانت بتلعب، الجمهور بيشيل لك ده، وانا شفته يعني على المستوى الشخصي يعني الجمهور بيشيل لك ده، المسؤولين بيشيلوا ده، المجلس الاداره، فخير يعني الامثله كلها. واخر مثال طبعا وليد سليمان، يعني للراجل الناس ما سابوهوش خالص وحطوه في كادر كويس في نائب مدير قطاع الناشئين مع كابتن خالد، فالناس يعني عايزين يقولوا له احنا معاك، احنا عمرنا ما هنسيبك. ووليد ذكي، يعني في بعض اللعيبه قبل كده لا مشيوا وزعلوا منهم الجمهور، يعني كانوا اساطير. كانوا اساطير. والنادي الاهلي طول عمره عنده مبدا، يعني زي اللي بيبيعني ما خلاص الاهلي اولا. الاهلي فوق الجميع. حتى لما تمشي، يعني انا حتى لما مشيت من القطاع من قطاع الناشئين ماشي بشكل كويس وماشي باحترام، بحس ان انت ما تخسرش النادي، دي احسن حاجه، عشان في اي وقت ده في الاول وفي الاخر النادي الاهلي ده بيتي، بيتك. لكن انك تمشي بشكل كويس بشكل وحش، دي اللي بتبقى شكلها مش كويس يعني. تزعل كل جماهير. فوليد سليمان انا شايف اللي هو ذكي جدا، ذكي. وانا لعبت معاه 4 سنين في الاهلي، من الشخصيات المحترمه جدا جدا، يعني ادى كل حاجه لجمهور النادي الاهلي وما بخلش، العب العب احتياطي احتياطي، ما عمره ما عمل مشكله في مسيرته، فمن اللعيبه المحترمه جدا. فهو طبعا صاحبي وصديقي، يعني زميل ملاعب زي ما بيقولوا، فبتمنى له كل التوفيق. و يعني الفتره اللي جايه دي هتبقى فتره مهمه في حياته، خلاص بقى الكوره بتبقى مرحله، داخل بقى في مرحله تانية خالص، فبتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله هو قدها وهيتعلم وهيبقى حاجه كويسه في النادي الاهلي. كابتن، خروج بعض اللاعبين من النادي الاهلي بشكل صادم للجماهير، يعني اساطير من اساطير النادي الاهلي والجمهور كانوا بيحبوهم جدا وبيخرجوا بطريقه مش احسن حاجه، بتشوف ده سبب فيه ايه؟ بصي كل واحد يعني كل واحد ليه دماغ، يعني صوابعك مش زي بعضها، في اللي بيمشي مثلا عشان عرض مادي بيبص للماديات، في اللي بيمشي هو تفكيره جابه كده شايف اللي حاجه تانية احسن، عرض احتراف، يعني بدون ذكر اسماء، الناس كلها طبعا عارفه، مش عايز اقول مين ومين، الناس كلها يعني الموضوع معروف، لكن كل واحد ليه دماغه، ما, ما 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 اقدرش اظلم او اقول رايي، لكن كل واحد عارف مصلحته فين، يعني هو مش صغير، يعني انا مش صغير اللي انا اخد قرار، فاكيد انا ببقى دارسه كويس، كل واحد من الناس دي قبل ما يمشي اكيد دارس الموضوع كويس، واكيد عارف هو يعني الخطوه دي هتوديه فين، فهو اللي بيختار في الاول وفي الاخر. طبعا النادي الاهلي بيبقى ليه قيم وليه مبادئ وليه نظام، فهو اللي بيحدد في الاخر يعني. بس على العموم احنا كل يعني بتمنى لهم كلهم التوفيق، يعني كلهم زمايلي، لكن اللي انا عايز اقوله اللي دايما النادي الاهلي سيظل كبير يعني، وجمهوره طبعا. جمهور النادي الاهلي هو اللي زي ما حضرتك بتقول بعد ما بتبطل كوره بيفضل يوقفك في الشارع ويفضل يدعمك، ولو لا قدر الله حصل لك اي ازمه هتلاقيه بيدايلك، وده اهم من فلوس كتير قوي، وده غير النادي الاهلي. انت يعني الناس بتلعب في النادي الاهلي يا جماعه بياخدوا فلوس حلوه قوي يعني. انا عايز اقول لك ده اللي عايز اقوله. بمناسبه الجمهور، انا من حوالي سنتين اخر مره يعني رحت، كان زمايلي رايحين، كان ماتش النجم الساحلي في استاد القاهره، فكان في بطوله افريقيا، فقالوا لي عايزين نروح وبتاع، فرحت. قالوا لي تعالى معانا يعني، فرحت. انا من ساعه ما بطلت بقى لي 5 سنين لا ما رحتش حضرت في الاستاد. اوكي. فرحت الماتش ده، انا يعني اول ما دخلت الاستاد والله العظيم انا اصحابي يعني ما صدقوش، يعني الجمهور استقبلني اكتر ما كنت بلعب. يا الله، هي دي اللي انا بقولك عليها المحبه، حب الجمهور. حب الجمهور يعني اللي انت بصي لعيب الكوره هي فتره وخلاص، هي فتره انت بتبني او انت بتفضل ماشي بعد كده على السمعه او على سيرتك الطيبه، فالكوره هي مرحله خلاص كل الناس بتبطل، احسن لعيبه في العالم بتبطل. حقيقة. انت بتفضل بقى على سيرتك على سمعتك، الجمهور بيحبك، في قبول بينك وبين الجمهور ولا لا. فانا من اول يوم دخلت النادي الاهلي الحمد لله الجمهور حاسب لي ايه يومها لما رحت الماتش. اصل انا يعني انا عانيت شويه، استحملت حاجات كتيره تعرضت ليها في نادي الزمالك قبل ما اجي، عشان اشتريت النادي الاهلي، فالجمهور كان عارف كل ده.
كل ده كان بيتكتب في الجرايد والناس كانت متابعه الاحداث وكده. فتعرضت لحاجات كتيره، ضغوطات يعني، وقله لعب ووقف ومستحق يعني كل حاجه، عشان انت اخترت الاهلي. فالجمهور مش يعني جمهور ذكي، الجمهور عارف انت ضحيت عشان قد ايه وتمسكت بينا قد ايه، فلازم يوروا لك رد فعلهم من صح. اول يوم حبهم ليا حاجه جميله جدا، استقبالهم ليا في اول يوم في الملعب، في التمرين، في الاستاد، في المباريات. يعني لما بينادولك لا بحرقه زي ما بيقولوا، بيستقبلوك استقبال حار يعني. فانا لما رحت اصحابي حتى استغربوا يعني، فالحمد لله الناس كلها يعني استقبلتني باستقبال كويس. فمن خلال طبعا البرنامج بشكر جمهور النادي الاهلي، وطول عمر جمهور النادي الاهلي هيفضل على راسي طبعا. شايف جمهور، بصراحه جمهور النادي الاهلي ده عظيم، هو اللاعب رقم واحد طول عمرنا. احنا كلاعيبه بنقول ان جمهور الاهلي ده هو اللاعب رقم واحد يعني. هو يعني انا لعبت في اجواء يعني جمهور بيبقى مالي الاستاد في وسط مثلا 60,000 يعني. مثلا الجون اللي انا جبته في الزمالك ده 60,000 ده اعتقد الجون الاقرب لقلبي. انا جبت جوان كتير بس ده عشان في ماتش قمه. فاي حد بيجيب اهداف في ماتش الاهلي والزمالك، وبعدين الاستاد كان 65,000، كل الاستاد بيقول اينو اينو انت. فهو ده اللي بيفضل دايما في الاذهان يعني، عشان الوطن العربي مش مصر بس اللي بتتفرج على ماتشات القمه، ده الوطن العربي كله بيتفرج. فدايما اللي بيبقى بيجيب هدف في ماتشات الاهلي والزمالك هو اللي بيفضل في الذاكره. دي حقيقه. حتى لغايه دلوقتي لما بيجي ماتش مثلا الاهلي والزمالك في الاستوديوهات ولا في التحليل ولا كده، بيجيبوا الاهداف اللي على مدار السنين كلها دايما خلاص هدف معتز هو اللي دايما بيتذاع، عشان هو كان شكله حلو وماتشات بيجيبوا دايما عزيز. الاهداف فكان جون حاسم كمان، وكان في بطوله السوبر. انت شاركت كام بطوله في النادي الاهلي تقريبا؟ خدت كام بطوله؟ او شاركت مع النادي الاهلي ما شاء الله يعني؟ ما شاء الله. وخدت كام؟ نمسك الخشب؟ ما شاء الله. 14 ما شاء الله. خمس سنين، انا لعبت خمس سنين ده اكتر من عدد بطولات نوادي يعني. يعني في نوادي تاريخ. انت عارف انا خدت كام بطوله في نادي الزمالك؟ كام بطوله؟ واحد. انت لعبت ست كام سنه في في الناشئين ولا لا؟ الفريق الاول خمسه برضه. اوكي. من اول ما لعبت فريق اول. لكن في النادي الاهلي برضو خمسه، بس انا خدت في الخمسه بتوع الاهلي خدت 14 بطوله. لعبتهم من القلب دول. خمس سنين ده. خمس سنين الاهلي تلعبوا من القلب. 14 بطوله في خمس سنين دي يعني مقسمها ده في كل سنه بتاع اربع بطولات كده. احنا كمان السنه دي يمكن شفت كنت بتقدمي، لا كان الجيل ده مش يعني مع احترامي لكل الاجيال مش هيجي تاني يعني. انا لو قعدت اعد لك كنت بتكلم ابو تريكه، بركات، فلافيو، عماد متعب، احمد فتحي، وائل جمعه، شاطر يعني، عماد النحاس، احمد السقي يعني، جلبرتو، في كل مكان في ثلاثه يعني. الناس اللي كانت بتطلع بره السكور في المعسكر فرقه تانية. ايوه ايوه كان بصراحه فريق روعه. كابتن معتز احنا خلصت فقره اسئلتنا السهله. هنتعالى دلوقتي تعالى دلوقتي هنطلع فاصل ونسيبك تجهز نفسك كده علشان نرجع تاني فاصل ونرجع تاني. استنوني. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين حلقتنا ومعانا ومنورنا النجم معتز اينو. تعالى دلوقتي بقى نروح للعبه الحريفه. في قدامنا بولتين فيها واحده اسئله وواحده حكم. هتسحب ورقتين وتقرا السؤال وتقرا الحكم وتختار يا الحكم يا السؤال. ربنا يستر. فاسئله مش سهله. لا وعندك برضو في الاخر ممكن تستخدم خاصيه الفار دي بس علشان في فار؟ امال ايه؟ لازم تستخدمه في الاخر لو عايز توضح حاجه او تقول حاجه للجمهور. اقول السؤال؟ لا ثانيه واحده، حضرتك اسحب ورقتين، ورقه من هنا ورقه من هنا. لا ده غش، ده غش. هرد اهو. ورقه من هنا ورقه من هنا. هتقول السؤال ولا الحكم؟ هو يقرا الاثنين الاول. يقرا الاثنين. اقرا السؤال ولا الحكم؟ اقرا ده وده؟ يلا. الحكم كلم مراتك دلوقتي اسالها على رقم التيشيرت بتاعك في الاهلي. السؤال. طب ماشي خلي الاعداد يكلموه عادي. طب ما تجاوب السؤال ايه؟ لعبه الكوره انتماء ولا بيزنس ولا وشغل ولا شغل بس؟ هتعمل ايه؟ هتختار ايه؟ انت عايزين ايه؟ اللي انت عايزه. والله انا لو عليا انا عايزه الاثنين، انا عايزه نكلم المدام وعايزاك. طب خلاص خليهم يكلموها عادي. طيب كلموها. يلا. انت معاك موبايلك صح؟ اتصل بيها. ما هنسمعها ازاي؟ اتصل بيها بس وافتح. طب هم يكلموها. اتصل بيها وافتح سبيكر هنسمعها. طب هرد على السؤال؟ ماشي. اختار السؤال. لا عادي والله يكلموها. لكن انا عايز ارد على ده يعني. ماشي اتفضل.
لا هو دلوقتي كان زمان في انتماء، هتكلم يعني بصراحه كان زمان في انتماء عشان ما كانش الفلوس زي دلوقتي او الارقام اللي احنا بنسمعها دلوقتي ما كانتش موجوده زمان، فكان الانتماء صعب قوي انك تلاقي مثلا كابتن حسن شحاته ده يروح الاهلي، صعب جدا انك تلاقي كابتن محمود خطيب ده يروح الزمالك، فاهمه؟ كان في كده كوادر صعب تروح من هنا، فكان الانتماء او التيشيرت كان الموضوع يعني كبير جدا يعني. دلوقتي على سبيل المثال ناس كتيرة قوي ممكن بتسيب هنا وتروح هنا عشان الفلوس، دلوقتي كل الناس بتبص بيحب النادي بتاعه، لكن معلش الاحتراف وكلنا بنشوف الناس بره وفي اوروبا ولعيبه كتيرة بتسيب هنا وبتروح هنا، فخلاص بقى الموضوع بقى خلاص بقى بيزنس، في ناس دلوقتي زي ما مكتوب قدامي بيتعاملوا معاه اللي هي بيزنس، عايز يأمن مستقبله ويأمن مستقبل ولاده عشان عارف اللي بعد الكورة عارف مدام. اللي بعد الكوره الموضوع هيبقى صعب جدا. دي المدام ولا ايه؟ احنا اللي هنكلمك. فعارف ان الموضوع هيبقى صعب بعد الكوره، فهو يقول لك لا انا بلعب الكوره دي زي ما قلت لك هي فتره، فانت لازم تعمل منها فلوس كويسه عشان تقدر بعد كده. في ناس مش كل الناس هتبقى مدربين، مش كل الناس هتبقى محللين، صح؟ فيقول لك لا انا بعمل عشان بعد كده بعمل انا بيزنس لوحدي بشوف اموري. ف اديني يا كابتن شكرا. ده كده خلاص؟ ده خلاص ورقتين تانيين. هما كده احنا هنجاوب على كل ده؟ لا يعني هتسحب شوية. ورقتين واحده سؤال واحده. انا ممكن اعمل كده؟ ايوه طبعا. هي سلام بدل ما يبقوا مترتبين بس. لا لا مش مترتبين على فكره. عليك ماشي. هنا في مصداقيه. ما مش حدش هيرقصني. الوحيد اللي رقصني ميسي. ترقص بلد. انا هاري سؤال. ايوه تختار ايه؟ عالي. السؤال ولا الحكم؟ لا اختار السؤال حكم. طبعا هو ايه السؤال وايه الحكم؟ الحكم انزل 20 ضغط. يا نهار ابيض. لا يا كابتن ازاي يعني ده حكم سهل عليك. احنا الاعداد بتاعنا حنين. ده الاعداد متوسط. والسؤال ليه قلت مفيش مدرب مصري ينفع للاهلي؟ اتفضل. دايما الانديه الكبيره يعني عندها عقده الاجنبي، عقده الخواجه. فطول عمرنا عارفين الاهلي والزمالك دايما بيجيبوا نجوم كبار ويعني مدربين اجانب بحكم اللي هم كمان في نجوم كتيره ولاعيبه دوليه في سواء في الاهلي او في الزمالك. فعشان يقدر يسيطر الاجنبي بيبقى جاي ما يعرفش مين معتز مين ابو تريكه مين جمعه، هو ليه كويس في الملعب وبس. كورة. لكن كوره بيبص كوره، فما عندوش حته العاطفه. احنا كمصريين رقم واحد لو مدرب مصري على الاقل على الاقل هيعمل حساب لفلان، هيعمل حساب لكابتن فلان لاسمه حتى لنجوميته. العاطفه ممكن تاخده في بعض القرارات. فهو دايما يقول لك ايه يعني النادي الاهلي طول عمره بيجيب لعيبه يعني كوكبه من النجوم، فانت لما يبقى عندك 25 30 نجم عشان تسيطر عليهم لازم اجنبي. صحيح. يعني ده من وجهه نظري عشان تسيطر عليهم لازم اجنبي، عشان الاجنبي ما يعرفش مين احمد من محمد، ما يعرفش، هو كلهم بالنسبه لي لعيبه. هيبقى في حياديه وفي يعني كلهم سواسيه بالنسبه لي. لكن ممكن المدرب المصري لا ابو تريكه نجم النجوم، فده لو قعدته المباراه دي الجمهور ممكن يقلب عليا. الاجنبي ما عندوش الحته دي. الاجنبي ما عندوش. الاجنبي هيقعد الكبير قبل الصغير وممكن يلعب الصغير. انا في الزمالك ما في انجده كنت بلعب في وسط نجوم حازم امام وجمال حمزه وي انا بديك مثال، وانا كنت لسه ناشئ طالع ما حدش يعرفني، ما فيش اتنين يعرفوني، عيل صغير طالع راح ملعبني في وسط النجوم دي كلها. دي كانت بدايتي اول ما حطني في وسط عبد الحليم علي وعبد الواحد السيد وبشير التبعي وحاطين انا الوحيد في وسط العشره دول وفضلت مكمل السنه كلها. دي اللي عرفت الناس بيها وكانت بدايتي. فده الاجنبي لو مصري هيخاف يقول لك لا ما ده لسه ولد صغير العب واحد كبير احسن بدل ما الجمهور يقلب عليا. صح صح صح. يلا اللي بعد. فالحمد لله انا الحمد لله مش هعمل الضغط. الحمد لله انا مش هعمل الضغط. بعد الهوا بقى نعمل. اتفضل. انا على فكره برد على كل الاسئله ما عنديش مشكله في اي حاجه. سؤال وحكم. انا نفسي تعمل حكم يا كابتن بصراحه. استني بس انا هخليه يعمل حكم في الاخر ده لازم. انا نسيت هو فين الحكم وفين لا ما معروفه قول لنا. طب احنا نقول لك واحنا نقول لك قميص نفيسه نشف قميص ولا ما نشفش قول 10 مرات دي 10 مرات ولا تجاوب على السؤال. تريزيجيه ولا حسام بدري السبب في رحيلك عن الاهلي وضح. بصي اخر معسكر ما شاء الله في جراءه وفي فعلا اجابه على كل الاسئله. لا انا اصل ما فيهاش حاجه يعني. اخر معسكر ليا في النادي الاهلي 2012 دي لما انا مشيت على طول. انا اللي طلبت امشي على فكره. حتى كابتن سيد عبد الحفيظ كنا في تركيا ساعتها اخر معسكر لينا كنا في تركيا وراجعين على 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 الدوري يعني في فتره الاعداد. كان تريزيجيه لسه طالع يعني برده صغير خالص ومحدش يعرفه خالص كان بيتمرن معانا قبل ما نسافر كولد طالع من الناشئين يعني. فهو كابتن حسام بدري كان معجب بيه جدا زي ما انا نفس قصتي القديمه يعني. فهو واحنا في المعسكر عايز يلعبه فجه عليا انا.
فمن خلال المباريات الوديه اللي احنا هناك في التمرين لقيت اللي انا بلعب 10 دقائق ربع ساعه ما مش بنزل كتير، وانت بقى خلاص انت المفروض اللي انت اسمي يعني خلاص بقيت نجم فمن اللعيبه الكبيره وبلعب على طول، وكان قبلها كابتن حسام بدري على طول بيلعبني وكان بيعتمد عليا، بس لقيته مره واحده بيعتمد على تريزيجيه. وانا مثلا ايه العب 10 دقائق ربع ساعه، في ماتش ما لعبتوش خالص ما نزلتش اصلا. فطالما ده بان بدري كده ده هيفضل كده طول الموسم. فحسيت ان انا مش هيعتمد عليا، وانا مش من النوع اللي ابقى موجود في مكان ماليش دور. ما تحسش سؤال واقف هنا، ما ندمتش ان انت مشيت؟ خدت قرار انك تمشي؟ في ساعتها كان الموضوع سخن، عايز العب. في ساعتها عشان دلوقتي. انا دلوقتي طبعا ندمت اللي انا يعني كان لازم اللي انا اقعد. بس انا كان عارفه الموضوع بقى سخن وعايز العب وازاي انا اقعد وعارفه أيوة الدنيا أيوة. واخداني بقى لا ازاي ومش ازاي وانا 100 نادي ياخدني وانا راجل اسم وكل الانديه هتجري ورايا. فاوقات مشيت ورا دماغي يعني. لكن لو رجع بيا الزمن لا كان نفسي اللي انا اقعد في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كبير جدا، مش بقول كده عشان في القناه الناس كلها عارفه اللي انه دغري بس لا النادي الاهلي لا يعني انا بعد ما مشيت رحت حرس الحدود منظومه محترمه جدا وجبت جون في النادي الاهلي في كابتن حسام بدري يعني اول مباراه ضد الاهلي جبت جون في كابتن حسام. بس مع احترامي لكل الانديه النادي الاهلي لا النادي الاهلي فيه حاجه مختلفه خالص. لعبت سنتين في الحرس وبعدين رحت سنه طلع الجيش طلبوني وبعدين سافرت الامارات وبعدين رجعت بقى خلاص ما قلت لا يعني كفايه بقى فاللي انا عايز اقوله للنادي الاهلي غير كل الانديه يعني اللي يلعب في الاهلي لا الموضوع مختلف تماما. بس يلا يا كابتن اللي بعده يا كابتن ده سؤال حكم لا سمعنا السؤال بعد اذنك يا كابتن من فضلك. لسه عند كلامك لما قلت في برنامج قبل كده تصريح يعني بعد اينو محدش بيعرف يشوط في مصر الحكم غني اغنيه طيب بصي بقى يا كابتن انت هتعمل الاثنين لا ليه ما بعرفش اغني لا ايه ده كلام مش مظبوط انا عندي اسرار انك بتغني انا بلاقي ده الناس هتطفي القناه هنسهلها عليك غني معايا من 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 اغاني الالتراس من اغاني جمهور الاهلي يعني اي مش بعرف والله مش حافظهم اصلي يعني انا دايما كنت بسمعهم في الاستاد يعني وهم بيقولوها لنا لكن انا اللي انا اردد هيبقى الموضوع صعب هيبقى شكلها وحش جاوب على السؤال يا كابتن ما تحرجني جاوب على السؤال والله لو بعرف اغني كنت اغني مش لازم بصي يمكن انا قبل كده كنت برضو في لقاء في برنامج يعني وكنا بنتكلم على التسديدات اللي ما فيش حد دلوقتي بيشوط في مصر خالص فقلت لهم فعلا بعد ايه بس انا ما قلتش اينو بس يعني هو هنا غلطان انا قلت بعد اينو حسني عبد ربه كان حسني عبد ربه معايا عشان احنا دايما واحنا بنلعب كان الناس كلها وكل الفرق اي مدرب بيدي المحاضره مثلا معروف والمذيع المعلق واي حد انا كل اهدافي كانت شوط عشان كنت معروف اللي انا بشوط حسني عبد ربه نفس الحكايه فكان دايما بيبقى في شوط حتى الشوط ده يعني بيفك ماتشات كتير في فرق اوقات بتبقى متكتله كده فانت ممكن تفك المباراه دي بشوطه تكسب بيها دلوقتي ببقى بتفرج على المباريات او مثلا بحلل المباريات او فين وفين في التسعين ده ممكن ما تشوفش تسديده واحده على المرمى فمع ان التسديد ده متعه وممكن بيخلي الناس تستمتع انت دلوقتي كلنا لما واحد بيشوط يا ده جاب جون شوطه الاول كان غير كده كان محمد شاوي بيشوط كان اينو بيشوط كان حمزه الجمل بيشوط ابو الدهب بيشوط حسني عبد ربه بيشوط كانت الناس دايما بتشوط فانا قلت كده عشان فعلا دلوقتي تتفرج على المباراه تحس ان هي سجال راحه جايه لكن ما فيش شوطه انا كنت دايما بحب ناس شويطه عشان انا كنت دايما بشوط وانا كل اهدافي وكل جواني شوط من بره 18 من بعيد فدلوقتي ما بشوفش حد بيشوط فانا عشان كده قلت ما حدش بيشوط دلوقتي تصريحات قويه جدا لا صريحه كابتن والله انا بحب انا بحب الناس الصريحه ما بحبش الناس اللي بتلف وتدور وتتكلم لا مش انا خالص لا احنا هنرحمك من اللعبه دي شويه بس انا استحليت الموضوع الموضوع عجبك هنروح بس كده نشوف اسئله بقى الناس على السوشيال ميديا عندنا سؤال من وجهه نظر حضرتك ماتش الاهلي اللي فات هيأثر على الاهلي في مشوار الاهلي في الدوري وكاس العالم الانديه عشان بجد احنا خايفين اللي حصل في السنين الاخره وخساره الدوري يحصل تاني لا خساره الدوري يحصل تاني لا خالص لا النادي الاهلي يعني اي فرقه في الدنيا ما بتكسبش على طول ولا بتخسر على طول فمش مشكله كانش فيه توفيق المباراه اللي فاتت وضيعوا نقطتين لكن انا جربت الاهلي لما بيضيع يعني نقطه او بيحصل كبوه كده صغيره بيقوم تاني على طول ودي ميزه الفرق الكبيره
فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق والاهلي قادر اللي هو ان شاء الله يعمل موسم قوي يعني سواء في افريقيا او في الدوري. طيب ايه توقعك لعمر احمد بيقول ايه توقعك لنهائي كاس العالم بين فرنسا والارجنتين؟ الفرقتين طبعا فرقتين كبار بس انا بحب ميسي يعني انا بحب ميسي على المستوى الشخصي من احسن الناس اللي شفتها في حياتي بتلعب كوره والناس مش هتحس بقيمه ميسي ولا رونالدو لما يبطلوا فالناس دي لما تبطل احنا هنفتقد المتعه بكتير يعني فانا ميسي دي الحاجه الوحيده اللي هو ما شالش كاس عالم مع منتخب بلاده حقق كل الالقاب الشخصيه بالنسبه له فهو نفسه يشيل كاس العالم عشان يبقى عمل كل حاجه وخصوصا ان كاس العالم اللي جاي ميسي مش هيبقى موجود فده اخر واحد ليه فاتمنى طبعا اللي ميسي يعمل حاجه مع المنتخب يعني. طيب إينو أنا عايزك في الآخر كده توجه رسالة لجمهور الأهلي اللي يمكن أنت اتكلمت النهاردة وكتير كنت تتكلم عن أهمية دوره في حياتك. جمهور الأهلي ولا جمهور بشكل عام؟ جمهور الأهلي. جمهور الأهلي. لا طبعا أنا عايز أقول جمهور الأهلي ده حاجة عندي إينو يعني عيلتي يعني زي ما بيقولوا حاجه كبيره جدا عندي وبتمنى اللي لو في يوم من الايام يعني بس انا ما افتكرش لو عملت كده حد زعلان مني من جمهور النادي الاهلي في اي حاجه ما يزعلش مني بحبهم جدا وياما سندوني في الملعب وياما سندوني لما رجعت من الاصابه فضلوا معايا وكانوا بينادوني وكانوا بيدعموني دايما ولغايه دلوقتي بيشوفوني في الشارع وفي اي مكان بروحه وفي الناس بتقابلني بكل احترام فسيظلوا هم عيلتي يعني وبحبهم جدا وبيعجبني اصرارهم لما بشوفهم لحد دلوقتي في الاستاد وهم يعني عندهم حته الوفاء دي حاجه كبيره جدا يفضلوا قاعدين لغايه الدقيقه 90 بيقعدوا يشجعوا 95 بيقعدوا يشجعوا صعب انك تلاقيها في اي جمهور ففعلا من الناس الوفيه جدا اللي بتقف خلف فرقتها وعمر النادي الاهلي او عمر فرقه الاهلي ما هتنجح من غير الجمهور دايما الجمهور هو اللي بيدينا الحماس هو الجمهور دايما اللي بيدينا القوه الباور في الملعب فبتمنى التوفيق ان شاء الله لجمهور الاهلي وفرقه الاهلي ودايما نشوفهم كده على منصات التدريب ان شاء الله. كابتن معتز إينو حضرتك نورتنا وشرفتنا انا ليا الشرف ان احنا عملنا انترفيو مع بعض وان انت كنت موجود معانا دي حاجه انا هزودها في السي في بتاعي وبتمنى لك النجاح ان شاء الله في كل القادم. تسلمي طبعا على الكلام الجميل وانا بشكرك جدا وبشكرك جدا وان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق وانا متابعكم على فكره وبتفرج عليكم ويعني محترمين جدا والمواضيع حتى اللي بتتكلموا فيها مواضيع شيقه جدا وبتمنى لكم كل التوفيق وانتم في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي وانتم ان شاء الله هتعملوا برنامج هيكسر الدنيا انا يعني متوقع لكم كده وشرف ليا ان انا كنت موجود معاكم طبعا وبتمنى لكم كل التوفيق. شرفتنا يا كابتن. شكرا جدا يا كابتن. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استشارة طبية. معانا دلوقتي خبيرة التغذية نهال حافظ حلقة استثنائية وده لأننا هنشوف ونسمع نماذج حقيقية بتتكلم عن نجاحها وإنجازاتها في تغيير حياتها بالكامل اللي خس 20 و30 و40 كيلو واللي كان فاكر أن نزول الوزن بالنظام الغذائي شبه مستحيل وحياته كلها كانت واقفة بسبب وزنه وصحته اللي بتتدهور بسبب مضاعفات السمنة وفجأة كل ده فعلا اتغير ونزل الوزن وبقى حقيقة شوية شوية وصلوا لأهدافهم. هنتفرج النهاردة على أشخاص حققوا حلمهم مع شركة اون تارجت فارما وفريقه الطبي باستخدام كورس الاناسيليوم. اهلا بحضرتك خبيره التغذيه نهال حافظ منورانا. اهلا بيكم منورين. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اول حاجه عايزين اعرفها ازاي قدرتي ان انت تغيري حياه ناس يخسوا من 20 ل 40 كيلو بكورس الاناسيليوم؟ هل كنت بتعملي حاجات ثانيه مع الكورس نظام غذائي؟ يعني احكي لنا عن البروسيس كلها. تمام. انا دايما بقول ان هو مش فكره كورس لوحده طبعا هي فكرة ان انا ازاي اغير اسلوب الحياة بتاعي بدل ما يبقى بالنسبة لي الدايت فترة مؤقتة اللي هو بمشي عليه اسبوع اتنين او شهر او شهرين وبعد كده برجع ازيد اكتر من الاول. هو الاحسن ان احنا نغير اسلوب حياتنا يبقى اسلوب حياة صحي وعشان كده عملت مبادرة قاطع الابيض. فهو مش فكرة كورس لوحده هي فكرة نظام غذائي اسلوب حياة صحي
فكره كورس بيساعدنا، لان دايما مريض السمنه بيجي في الاول بيبقى عنده احباط، ما عندوش اراده، مش عارف يبدا منين، محتاج حاجه تجيب معاه نتيجه في فتره قصيره عشان يقدر يكمل. فاحنا بالاراده دي هو كورس الانسيليم اللي بيخليه يكمل، انما بيكون معاه طبعا في نظام غذائي صحي، بيبقى فيه اسلوب حياه صحي. حتى الناس اللي بتحب الرياضه احنا او مثلا مكسله شويه بس عندها من جوه نفسها، احنا كمان بنساعدهم جدا ان هم يبداوا يلعبوا رياضه حتى لو في البيت. لو ما عندهاش وقت تروح الجيم بيبقى معانا كوتش اونلاين بيدربها عشان الصحه العامه وتنشيط الدوره الدمويه وعشان يساعدها اكتر ان هي كمان تبني كتله عضليه بحيث ان الحرق عندها يعلى شويه. فهو فكره كورس الانسيليم ممكن بيساعد في الاول، بيخلي يبقى عندك اراده، هو اللي بيديك الباور انك تكملي. وفي نفس الوقت في مبادره قاطع الابيض الموضوع كان صعب شويه ان انا اقول لحد اقطع نشويات، اقطع سكر ابيض، اقطع ملح، فاحنا خلينا معاه كورس الانسيليم عشان يساعدنا في المبادره دي، وعشان كمان يعوضنا عن فقد النشويات او السكر اللي انا هقطعهم فتره. لان في ناس بالنسبه لهم السكر، في ناس كتير جدا تقول لك انا عندي نهم في السكريات، انا ممكن لو ما اكلتش احس نفسي ان انا مهبطه. على فكره هو حقيقي ومكتئبه، ده حقيقي جدا، ان هو في ناس لما بتقطع السكر او بتبقى محتاجه السكر اللي هو لو بطلته بيبقى عندها اعراض انسحاب، الاعراض دي بتبقى صعبه جدا. كل اللي بيقولوه هو مش مبالغ فيه، هو ده حقيقي، لان معظم مرضى السمنه عندهم بيبقوا عرضه ان هم يبقى عندهم مقاومه انسولين، فهم ما بيقدروش يبطلوا السكريات، بالنسبه لهم الموضوع بيكون ادمان. فعشان تبطلوا بيبقى حاجه زي اعراض الانسحاب بتاعه المخدرات تقريبا يعني، او اصعب كمان، اصعب من الهيروين. دكتور السكريات في صورتها المعروفه الحلويات ولا كمان الكارب؟ الكارب كمان، يعني الناس فاهمه ان انا بطلت سكر ابيض فخلاص. ممكن تلاقيهم بياكلوا نشويات، ممكن بيشربوا عصير، يعني عصير الفاكهه زمان، هو طبعا التغذيه العلاجيه بيبقى فيها ابديت، يعني عصير الفاكهه زمان كان لما نشرب عصير برتقان يقول لك ايه كده انا عامل دايت. هو اصلا عصير الفاكهه او البرتقانه مثلا، لو هاكل برتقانه هاكل واحده بالكتير مش هكتر عن كده، انما عشان اشرب عصير برتقان محتاج 3 4 برتقانات، تاخد خلاصه كام واحده فعلا. فهو اصلا عصير البرتقال او اي عصير فاكهه ده احنا بناخده للشخص اللي بقاله فتره ما اكلش، عشان يعني عشان اول ما يشربه يبقى زي يعني يرفع عنده السكر شويه، يعني بيبقى عنده هبوط، لان انت بتستخدمي 3 4 برتقانات دي كميه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيها الياف، فانت اصلا الفاكهه فقدت القيمه الغذائيه بتاعتها، بيبقى عباره عن ميه بسكر. فاحنا عندنا يعني مفاهيم كتير اتغيرت بالنسبه للعصاير، بالنسبه لاكل الفاكهه، بالنسبه كمان احنا زمان كنا بنقول ايه المفروض نبدا يومنا نفطر. دلوقتي اصلا بيقول لك احسن نظام عامل نتائج هو نظام الصيام المتقطع، اللي هو المفروض تاكلي مرتين في اليوم، والمفروض كل ما تاخري ميعاد فطارك كل ما الحرق بتاعك او هرمون الجروث هرمون بتاعك شغال كويس. اول ما بتاكلي هرمون او الحرق بتاعك بيقل وبيعلى عندك هرمون الانسولين او هرمون السكر. شايفه ان ده احسن يا دكتور؟ يعني فعلا انت شايفه؟ يعني انا طول عمري فاهمه ان احنا ناكل كل ساعتين بس اكل هيلثي وصحي وكده فالحرق يزيد عندنا، لكن فكره ان احنا ناكل مرتين بس في اليوم دي مش عارفه بتبقى صعب. بصي هو انا مش احسن واوحش، هو انا اقدر اعمل ايه؟ يعني احنا دايما مع في شركه اون تارجت فارما بنخلي العملاء على حسب بيقدروا يعملوا ايه. يعني هل انا بقدر ان انا اكل مرتين في اليوم، ولا انا من مدرسه ان انا عاوز اكل كل ساعتين؟ فاحنا بنشوف العملاء ايه اللي تقدر تمشي عليه، وبنبدا معاهم في رحله الدايت، هو ده الصح وهو ده اللي هيستمر وهو ده اللي هيكمل. انما فكره ان انا اعمل حاجه عشان اخس دلوقتي وبعد كده ترجع عليه لعادتها القديمه، فبتلاقيها اصلا بعد ما بتخس مثلا 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو والناس مبسوطه جدا، تلاقي بقى الموضوع ايه بعد ما بطلت رجعت تاني تاكل زي الاول وخلاص مفيش حاجه جديده. فانا دايما مع مريض السمنه، واسفه انا بقول مرض بس هو فعلا مرض، بشوف ايه اللي تقدر تعمله وتكمل عليه بقيه حياتك. حلو. كلمه بقينا نسمعها كتير برضو هند، مقاومه الانسولين. قبل مقاومه الانسولين، يمكن لما الدكتور بيتكلم عن الصيام المتقطع، هو انا بحس ان كل حاجه ربنا قال لنا عليها، يعني دي حقيقه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الصيام 30 يوم في السنه. ان احنا لو مشينا على الاكل زي ما ربنا قال عليه، ده حقيقي، هنخس وهنبقى صحتنا كويسه كمان ومناعتنا صح. على فكره هو الفكره مش بس ان انا اخس، هو انا لازم اخس بشكل صحي عشان صحتي وعشان مناعتي. يعني انا بقول ناكل اكل هيلثي او صحي مش عشان بس انا اخس بشكل يبقى حلو، لا، عشان لو انا اكلت اكل صحي مناعتي هتكون قويه جدا، هتكون صحتي كويسه، فانا بخدم صحتي قبل ما بخدم اصلا شكل جسمي.
صحه والصحه النفسيه كمان بتتاثر جدا بنوعيه الاكل. اه طبعا. يعني انا فعلا بواظب على اكل صحي وفاكهه وخضار وشوفان مش عارفه ايه، بحس ان انا مبسوطه ومرش ومودي حلو. اه يعني هي ماشيه على الدايت مش قوي والله مش قوي باين اكيد. مقاومه يعني. الانسولين دي كلمه ظهرت يعني بقت ترند على السوشيال ميديا. بصي مقاومه الانسولين اصلا سببها ان احنا بناكل طول الوقت او بناكل كتير جدا وخصوصا النشويات والسكريات. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي باكل، فاول ما باكل بنكرياس بيضخ سكر، فالمفروض الانسولين ده بيروح للخلايا، وبرجع اكل تاني فالبنكرياس بيضخ سكر وبيبدا الانسولين يروح للخلايا. بيجي وقت معين انا اكلت مرتين 3 4 5 6 بيجي البنكرياس يضخ السكر، الخلايا تقول له انا مش محتاجه سكر تاني. صحيح. قفلت. فبيقوم السكر ده متحول في الجسم لخلايا دهنيه. اقول لك زي ايه؟ زي مثلا انا عندي مصنع فيه ميه، فكل يوم الراجل بيجيب لي ميه فباخدها وبحطها في المخزن. تمام. باجي برده يجيب لي ميه فباخدها وبحطها في المخزن وانا مش بستهلك منه حاجه. بيجي في وقت معين يجي يديني ميه يلاقي المخزن بتاعي مملي، فاقول له انا اسفه مش هقدر اخد تاني. هو نفس البنكرياس لما بيضخ انسولين وبيروح للخلايا، بتيجي وقت الخلايا تقول له يعني شكرا انا مش عاوزها تاني، انا خلاص خدت اكتر من احتياجاتي اللي انا محتاجاها وجسمي مش بيستخدمها او مش بيحرقها. اوكي. خلينا نروح دلوقتي، احنا معانا تقرير لواحده من الحالات اللي حياتهم اتغيرت مع دكتور نهال، نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. انا اسمي داليا حسين، انا كان وزني 98 وبقى 62. انا كان عندي مشاكل صحيه كتير وجربت رجيمات كتير، فمره وانا قاعده بتفرج على التلفزيون لقيت دكتوره نهال حافظ من شركه اون تارجت فارما بتتكلم بتقول انها هتفتحي الثلاجه وتقفليها تاني، وده صار فضولي ان ازاي افتح الثلاجه واقفلها تاني. قصص حقيقيه وحالات واقعيه وحلم كان صعب تحقيق، لكن الحمد لله اتحقق، وكان طريق كله مطبات لكن عدى بامان، وكل ده بفضل ربنا وبفضل كورس اون تارجت فارما والنظام الغذائي واسلوب الحياه الصحي، وده من اهم اسباب النجاح في الرحله دي. بس الاهم من ده هي رغبتك في انك تعيش حياه افضل وانك تستمر في حياه كلها صحه ومناعه ووزن مثالي. تواصلت مع الشركه، طبعا انا ما صدقتش في الاول، كنت شاكه في الكلام ده لاني بحب الاكل وبحب المطبخ. فلما تواصلت معاهم وبعتوا لي المنتجات ابتديت اخش المطبخ اعمل اكل، وقبليها اخد بساعه او بنص ساعه اخد المنتجات، لقيت نفسي مش جعانه وشهيتي اللي كانت مفتوحه ابتدت تقل ومشاكلي الصحيه ابتدت تتحسن، وده طبعا ساعدني ان انا اخس الوزن في وقت طبعا قصير مش كبير، وفي نفس الوقت ساعدني ان انا اكسب صحتي. كورس اون تارجت فارما هيشبعك لاكتر فتره ممكنه، وفي نفس الوقت هيخليك تاكل بكميات اقل، وهيخليك تحرق الدهون المختزنه داخل الجسم، فهيخليك توصل للوزن المثالي. مع اون تارجت فارما حياتك احلى، مش محرومه من اي حاجه، وفي نفس الوقت خلى صحتي احسن، ان اعرف اتحرك واشتغل واروح واجي، وبقيت خفيفه ومش حاسه بارهاق ولا تعب. طبعا انا بشكرهم لان فيها فايبرز وفيها الياف، وده فادني جدا ان انا اغير صحتي واغير حياتي. مع اون تارجت فارما حلم الرشاقه ما بقاش مستحيل. لا يعني نتائج بصراحه مبهره، يعني فعلا تحلي مشاكل ناس كتير ما كانتش عارفه تتحرك واللي عندها امراض. وقولي لي يا دكتور، كل الناس بتقدر تستخدم عادي كورس الانسيليوم ولا في بعض الحالات لا ما ينفعش تستخدمه؟ تمام. قبل ما اجاوب على السؤال ده انا عاوز اعقب على داليا. داليا من الحالات اللي كانت 98 كيلو وصلت 62 كيلو في 4 شهور. داليا كمان كان عندها مشاكل اضطرابات هرمونيه وكانت بتاخد ادويه كتير، فكانت من الناس اللي اصلا مش بتصدق اي حاجه بسهوله. كانت من الناس اصلا اللي دخلت الاول، عارفه الناس اللي بتدخل الاول على السوشيال ميديا تهاجم، اللي هو انتوا ازاي بتقولوا كلام ما بيحصلش، انتوا ازاي بتقولوا ان احنا يعني هي ما كانتش مصدقه اي منتجات. انا جربت كتير جدا، وفي نفس الوقت اللي بيبقى عنده لخبطه هرمونات اصلا بيبقى على طول متوتر وعلى طول قلقان وعلى طول عصبي وعلى طول مش واثق في اي حاجه. فالحاله دي دايما بنتعامل معاها نفسيا اكتر قبل ما بتديها او ترشحي لها اي كورس تخسيس. لازم الاول تتعاملي معاها نفسيا، تطمنيها، تهديها، تسمعيها جدا. الاول تديها الامان عشان تبداي بعد كده تسمع كلامك في اي حاجه. بعد كده طبعا الكورس والمتابعه اللي بتبقى من الفريق الطبي بيساعد السبورت. دايما التخسيس اونلاين نجح في الفتره الاخيره لان مريض السمنه قبل ما ياخد ورقه دايت او قبل ما ياخد كورس تخسيس هو محتاج دعم نفسي. هو حاسس ان هو مش زي بقيه الناس، ما بيلبسش زيهم، ما بيتصورش زيهم،
تقيل في الحركة، كسلان، مش قادر ياخد نفسه، مش قادر يلعب مع الأطفال، بيبقى فيه شوية تنمر كمان سواء في الشغل أو في المدرسة. فهو بيبقى محتاج دعم نفسي قبل ما نرشح له كورس، أو قبل ورقة، قبل الرجيم اللي هو هيمشي عليه، أو قبل رحلة الدايت. فدايما المتابعة أونلاين بتبقى أسبوعية، بتطمني على البيشنت أو الكلاينت، بتقولها تاكل ايه وما تاكلش ايه والمواعيد، وساعات بتبقى اكتر من مره او مرتين كمان في الاسبوع. فانك تخسي وانت قاعده في البيت، او حد بيطمن عليكي من كل وقت للتاني، وحد بيسمعك، ده لوحده اصلا بيديها دعم نفسي ان انا اكمل. لما تكون هي مثلا رايحه فرح او رايحه مناسبه وخايفه ان هي مثلا تبوظ او تكلمك حاجة، او تكلم فبتكلم الفريق الطبي، فده بيديها عارفه، بيحسسها ان هي مهمه، ان هي في دعم نفسي، في حد معاها. هو ده اصلا سبب النجاح يمكن في فكره التخسيس اونلاين. ممكن يبقى نفس المنتجات موجودة برة، لكن هو مش نفس المتابعة بتبقى موجودة أو الاهتمام. هو ده اللي بيخلي البيشنت إن بيحسوا إن في حد بيساعدهم وبيمسك إيديهم، وإن هو نفسه يساعدهم أو يحقق التارجت أو الهدف بتاعهم. هو ده اللي بيخلي التخسيس أونلاين بقى ناجح في الفترات الأخيرة. وفعلا الناس بتنبهر إن 8 و10 و12 كيلو في الشهر و15، دي أرقام مهولة. بس هو النفسية البيشنت أو المريض، أنت عندك كل مرضى السمنة هتلاقي عندهم حالة يأس، هو وصل لوزن كبير قوي، مش عايز يخس، مش عايز يعمل مجهود، مش عايز يعمل حاجة، حاسس إن الرحلة طويلة قوي، فبيفضل زي ما هو، بيفضل مكانه زي ما هو، مش عايز ياخد أي خطوات. فدي فعلا حاجة مهمة قوي. لو حد عايز يتواصل معاكم، ايه الطرق اللي ممكن يتواصل بيها؟ من خلال صفحة اون تارجت فارما، او من خلال صفحة نهال حافظ على الفيسبوك، من خلال اون تارجت فارما على الانستجرام، او نهال حافظ على الانستجرام، او ممكن من خلال كمان الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او من خلال واتساب. يعني احنا عاملين كل وسائل التواصل. المهم ان احنا عاوزين نخس، عاوزين ندخل 2023 بشكل جديد، وبهدف جديد، وبتارجت جديد، وبجسم جديد، وبصحه كويسه. مظبوط. حابه كمان بقى اجاوب على السؤال، كوره الانسولين ينفع مع مين وما ينفعش مع مين؟ بصي، هو احنا عندنا انواع كتير من الكورسات. طبعا ما فيش منتج ينفع لكل الحالات، أكيد. او ما فيش كورس ينفع لكل الحالات. فكورس الانسيليوم العادي ده بينفع الاطفال، اللي هو فيه الالياف الفايبرز، بتنفع الاطفال، بينفع الناس الامراض المزمنه اللي هو الضغط والقلب والسكر، بينفع كمان الناس اللي اول مره تجرب كورس تخسيس بياخد الياف الانسيليوم. الالياف دي بتبقى عباره عن ماده السيليوم هاسك او قشور السيليوم، دي بتنزل في المعده وبتعمل بالك، او بالبلدي كده بتنفش، فبتخليهم ياكلوا بكميات اقل. ده كورس الانسيليوم العادي، اللي هو بيبقى الياف معاه اعشاب المورينجا، بيبقى معاه سكر دايت، كله سيسل. حاجات طبيعيه، كل حاجات طبيعيه. طب انا عندي كورس تاني للناس مثلا اللي بتبقى جربت انظمه دايت كتير، استخدمت منتجات تخسيس كتير، نزلت بطريقه غلط، نزلت كيلوهات كتير جدا، ففقدت كتله عضليه، فالحرق بتاعها ما بقاش زي الاول. كتير جدا بنسمع الناس تقول لك ايه، انا كنت بنزل في الاول كتير قوي، وبعد كده رجعت او سبت، وبعد كده نزلت كويس، وبعد فتره رجعت في الوزن تاني، بس مش عارفه انزل، الحرق بقى ضعيف. طب يعني بتبداي بقى تبحثي، الحرق ضعيف مثلا، عندك نقص فيتامين د، عندك مشاكل في الغده الدرقيه، بتلاقي ان هي ما عندهاش اي مشاكل تعرقل الحرق، الا ان هي كانت نزلت كتير جدا، كان عندها سوء تغذيه، او نزلت غلط، فطبيعي اثرت ان الكتله العضليه نزلت عضلات، فبقى الحرق بتاعها اقل طبعا. ففي الحالات دي احنا بنستخدم كورس الانسيليوم المكثف، بيبقى عباره عن كبسولات انسيليوم والياف انسيليوم. النوع ده بيبقى محتاج جرعه مكثفه عشان الحرق عنده ضعيف، عشان جرب حاجات كتير، عشان جسمه اصلا مر بحاجات كتير جدا، فبقى عنده اصلا في التكنيكال، في الجسم بتاعه بقى عنده مشاكل اكتر من الشخص اللي هو الطبيعي اللي ما استخدمش حاجه قبل كده وما جربش حاجه، فبيبقى محتاج جرعه اقوى او كورس مكثف. ممكن لو حد بقى عنده نقص فيتامين د، حد عنده مشاكل في الغده الدرقيه، برده بيستخدم الكورس المكثف. بس مش معنى ان انا هستخدم الكورس المكثف ان انا استخدمه ما احلش المشكله الاساسيه. بالزبط. يعني انا حد عنده مثلا نقص فيتامين د، لازم اعرف النسبه الاول، واحدد له هياخد جرعه فيتامين د انهي جرعه، ومع الجرعه اللي هياخدها بتاعه نقص فيتامين د بياخد الكورس الانسيليوم مع النظام الغذائي. عندي حد عنده مثلا مشاكل في الغده الدرقيه، فاكيد بيتابع مع الدكتور بتاعه. لازم اعرف بياخد جرعه الالتروكسين كام. حد مثلا عنده ممكن يبقى عنده انيميا، فلازم اعرف النسبه كام، وبياخد انهي نوع حديد، او بياخد كبسولات، او بياخد باودر، او بياخد ايه، بحيث ان انا اديله العلاج الاساسي، بياخد معاه كورس الانسيليوم
مع النظام الغذائي. لكن الكورس مش هيعالج مشاكل، لو انا عندي مثلا مشاكل فيتامين د ولا مشاكل انيميا حديد ولا مشاكل في الغده الدرقيه او عندي مثلا تكيسات مبيض، فدي بيبقى ليها ادويه معينه مع كورس الانسيليوم ومع النظام الغذائي. اهم حاجه ان الكورس الانسيليوم مش بيتعارض مع الادويه اللي هم بياخدوها. ده بقى بيكون بالتنسيق من خلالكم بيحصل تحاليل. يعني انا بالنسبه لي كانت معلومه جديده جدا ان نقص فيتامين دي بيقلل الحرق. لا ده هو بيخليه مش يقلله، هو بيخليه مفيش حرق اصلا. عشان كده الناس كتير جدا بتكون ماشيه على النظام الغذائي وتقول لك انا وزني ثابت، وزنها ثابت ما بينزلش اصلا من الاول، مش كان بينزل. يعني في الاول ممكن الجسم ينزل 2 و3 و4 و6 و8. الجسم برده بيفقد في الاول ميه، برده بيفقد سوائل. ده حقيقي. فبيفتكر انه وزن، يعني بيفتكر انه وزن، هو بيبقى ميه زياده. عشان كده احنا ساعات بنطلب من الناس اللي متوفر عندها ان هي تعمل ان بودي، بحيث ان احنا نعرف نسبه الميه والعضلات والدهون عشان نقدر نحدد كمان انت بتنزلي من ايه. ده الاصح. لكن لو ما عندهوش ان بودي بنخليه يقيس بالمزور، عشان احنا بيهمنا اكتر ان هو ينزل مقاسات اكتر من الميزان، لان نزول الدهون طبعا اصح بكتير من ان انا انزل على الميزان. صح بالظبط كده. التواصل ان شاء الله يبقى معاكي ازاي يا دكتور على السوشيال ميديا؟ من خلال صفحه اون تارجت فارما او صفحه نيال حافظ على الفيسبوك، او من خلال انستجرام اون تارجت فارما او انستجرام نيهال حافظ، او من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. احنا استفدنا جدا جدا من الفقره معاك النهارده يا دكتور، وان شاء الله تبقي مشرفانا دايما على طول، والناس تستفيد، ونطلع ان شاء الله زي ما بتقولي كده 2023 كلنا خاسين وبصحه كويسه ان شاء الله، ونحقق حاجه كويسه. بشكرك جدا دكتوره نيهال حافظ. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا حلقات تانية كتير. باي باي.